فيكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هلا بيا بيا. سلام البنات. سي كوا سا؟ سي مسيو تتح. هذوك اللي كيلعبوا الكاتش، عرفتهم ديك لي زاكتور اللي كيلعبوا الكاتش مع مراد كيحماق على الكاتش وشرالو ديك اللعيبه فاش كيضاربوا وكيقول له هذا مسيو تتح. المهم انا كنت مع مراد كيهضر، راه كيهضر مع ماما. معايا حماتي يلا دازت من هنا غادي تمشي للمارشي. كي دايرين الحبه ديالي؟ لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيت معكم اليوم فيديو جديده. ها سام دوسمو طاح واحد طيحه. المهم جيت معكم فيديو جديد اليوم ان شاء الله، بغيت نعطيكم افكار شويه شنو غادي نطيب على الله، نعطيكم شي فكره، كنمد لكم شي فكره. وبغيت ندير لكم بلوزور شوز ان شاء الله، ندير لكم شويه دابا ونصور شويه في العشيه باش نحط لكم ان شاء الله غدا، هكا باش يكون عندي اكثر ديال الوقت باش نبقى نحط لكم بكري. وصافي كيف كتشوفوا بديت معكم من هنا باش ما نبداش عاوتاني من الكوزينه، طلع لي ديك البديه ديال الكوزينه كيف قلت لكم طلعت لي الراس. الو غادي نخليكم معايا حماتي هنايا، بغيتي تقولي لهم سلام. ديك النهار ما قدرتش نصورها لكم في نهار الحفله حتى انا في نهار العراضه، كانوا كيصليو جاوا معطلين راكم عارفين، يعني ما بغيتش ندرونجيهم بالكاميرا، وحتى انا كنت باغا زرد زرد زرد. هاي حماتي تبارك الله كيجي مع الغوزات انتوما تشوفوني. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس حال لاباس، كي دايرين في هذا رمضان؟ نتوما الدنيا هانيه مزيان. ايوا دخلوا الموند فاريد، راه نقصتوا من عارفين نتوما خبيتوا مع الخرايط. خبيتوا مع الخرايط في القناه ديالها، كدير لكم زرد لي غوسيت عاوتاني غادي يمدوا لكم الفكره شويه. نو 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 عساكم عندها لي غوسيت زوينين زعما ان شاء الله، ويلا كيدخلوا زعما يشجعوني. وانتوما دابا حتى عمي كيعطيكم نصائح اللي مهمه عاوتاني في رمضان ان شاء الله. شي حاجات شي ديزاستيز اللي ما كنتش انا كنعرفهم نهائيا، بحال فويق خاصنا نفطروا، شنو خاصنا نقولوا، دي تخويك بحال هكا. الوغ لي جي كيف تلقاو عندها تلقاو عمي كيدير لكم واحد خمسه دقائق. هذا غايدير لكم بزاف ديال كون نهار يعطي لكم واحد الدرس هكا وسميتو. فوالا، المهم القناه ديالها هي لو موند فريدا، راه الاغلبيه فيكم كيعرفوها. بالنسبه للبنات اللي تزادوا معايا جدادين نتمنى تمشيو لعندها وتشرفوها. كنبوسكم بزاف البنات. وصافا البنات انا نبقى معكم، غادي نديكم ندير معكم الماكله اللي بغيت نوجد، وبغيت ندير لكم البريوات مختلفين ولينا ان شاء الله الله يقدرني نديرهم لكم في هذا الفيديو نيت، باسكو كومام راه الجوج دابا وانا خاصني نحط لكم الفيديو كري. غنشوف الا قدرت نكمل لكم دابا هو هذاك، ما كملت لكمش نديرو لكم ان شاء الله في العشيه، ولكن نحطو لكم غدا ان شاء الله. صافي المهم بقاو معايا. البنات انا رجعت معكم. المهم غادي نحتاجو هنايا شنو غادي ندير معكم الاول، ما قلت لكم حتى شنو غادي ندير. ندير طويجين، شوفوا هاد لاغوسيت هادي ديال اللحم في الطاجين مع الخضره، ولكن ماشي ضروري ديروا الطاجين هكا، تقدروا ديروه غير في الطنجره عاديه ديالكم ولا الكوكوت مينوت. المهم خذوا غير لاغوسيت والفكره بيان سور. اول حاجه غادي تاخذوا واحد سلاديه ولا طاسه ولا اي حاجه باش تخلطوا. غادي تحتاجوا كيلو ديال اللحم، نص كيلو، المهم كل وحده دير على عبارها. غادي ناخذوا العطريه اول حاجه، وبالنسبه غادي نحمقكم كنقص لكم من هذه لهذه. بالنسبه للخضره انا درت هنا خيزو قطعتو بهذه الطريقه هذه، بقيتو وغسلتو قطعتو هكا رقيق، وواحد القرعه خضراء قطعتها حتى هي هكا، وعندي اللوبيا الخضراء، وعندي هنايا الجلبانه، وعندي بصله وحده مشلضه محكوكه يعني مشلضه مزيان، وعندي مطيشه وحده كبيره مطحونه، وعندي البطاطا. بياتو البطاطا ما غاديش ندير هذا كامل، ولكن عندي هنا اللي غندير في الطاجين، وعندي هنا اللي غادي نحتاجو ان شاء الله لواحد البريوات اللي كيجيو رائعين واقتصاديين، بحال ديك الساموسه ديال الهنوده كتعرفوهم، ديك الساموسه اللي كتكون حاره ديال الهنوده فيها البطاطا داخل كتجي واعره، ايوا بحال هذيك باغيه نديرها ان شاء الله ونشوفو تصدق معانا. وغادي نحتاجو ثلاثه ديال الفصوصه ديال الثومه. هنا حماتي حدايا كتفرج في القناه ديالها، دخلوا عندها البنات ما كاين مشكل. ايوا المهم من بعد السلقه عادي شوفوا كوا، وهنايا وندخلوا في الطاجين عاوتاني اللي بدينا زور دو سام، دينا زور ديال سام. فوالا سي تي فو ميت كوا، ها تي فو كش تو برو هالي مونتر، يلا يلا و دي تواش يلا مونتر. ها تكوانت لي احق، ما قلت لكمش البنات شنو وقع لي، تكوانت لي صافي لاسونسور دازت عليا كحله ما عاودتهالكمش نسيت، مي فريمون كنت في حاله بيان سور. ما تقدريش تفكري اخر حاجه تفكري هذيك الساعه هي الكاميرا ولا التليفون، فريمون دازت عليا تكوانت عليا في لاسونسور. انا كنت خارجه عيط لي فاكتور، مشيت عند الفاكتور ديتو معايا بيان سور. مراد كان مشى لابغو كونت نهار الحد، مراد مشى لابغو كونت
وانا بقيت معاه في الدار واخا الفاكتوره هي لتحت ما بغيتش نخليه في الدار. ما تعرفي الدراري الصغار كل مره اش كيجي لهم في العقل، واخا هو باقي البالكون والشرج ما كيوصل لهمش، مي سينو كاين الفران كاين بزاف د الحاجات راه ما عندي حاضرين. المهم ما بغيتش نخليه بوحدو، هبطوا معايا كما العاده كنهبطوا معايا واخا ملي كنمشي نلوح حاجه كوم لا بوبيل ولا اي حاجه كنهبطوا. من بعد ملي مشيت خديت الكولي ديالي كان الكرتونه بخش بوكس كوموندي شي لعيبات وخديته وجايين انا وياه في لاسونسور في تخوازيام عادي خارجين، وهو شاف الكولوار ديال الدار وهو يقول لا 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 ورجع لاسانسور، وهو مع ديك رجع لاسانسور لاسانسور كيتسد، وباش ما يتسدش ويه هبط لتحت ولا الفوق وما نعرفه فين مشى، بقيت كنورك نورك نورك على البطون باش يتحل دغيا، ومني وركت وركت بلوكيتو. ايوا بلوكيتو وهو بقى داخل وانا على برا مساكن. وقفوا معايا الجيران ديالي تصادفوا معايا هيدا باغيين يهبطوا هذا واحد السيد بعدا طلع عربي انا صحاب نصراني والله الجار ديالي هذا شحال وشافني هكا قال لي شنو، قلت له ولدي تكوانتا مشى مسكين خدا هبط ما نعرف شحال د المرات في الدروج وحنا رحنا في تخوازيام هبط ما نعرف شحال من مره في الدروج ومشى يعيط وني ملي كنسرقي روحا وداي مشى عيط للتكنيسيان خدا النيميرو هكا وجبت عطو صاير من الكاميرا التكنيسيان قال له راه غادي يكون هنا في اينو، قلت له صافا بالاتين نخلي ولدي في لاسونسور اينو. المهم سي تان كوشمار والدري في الاول كان يضحك يلعب في المرايا وهذا في الاخر صافي بدا يدير بانيكي بدا يبكي بدا كيقول مامو جو بو بارتي عرفتو وانا كيكونت هو راه نساها دابا كيدخل في لاسونسور عادي، ولكن انا اللي باخي فيا ديك الخلعه كنقول فوق ما كندخل كنقول يا ربي السلامه اللي يمشي يوقف بينا. ودابا وليت كناخذ التليفون ما كنتش كناخذ التليفون معايا دابا وليت كناخذ التليفون باسكو تكوانتينا المشكل تكوانت لي في تخوازيام ايطاج ماشي حتى في البروميير كلشي كيجي يعني في تخوازيام شوف انت وزهرك واش يخرج شي واحد ويلقاك تما بوحده والحمد لله كان في ليطاج يعني ما كانش بينو الحيط وهذا. وفي الاخر ديك التكنيسيا واخا نخلصو واخا هذا ما جاش في الاخر شكون اللي صدق جا جاو لوي بومبي دقيقه عيطنا لهم كانوا معنا هنايا دغيا دغيا هو واحد كاين واحد البوطو حدا لاسونسور لواو فيه الكلي وهو يتحل خاصهم يبوسيو اون ميم طو هو يتحل لاسونسور عرفتو دازت عليا. المهم شكيت عليكم حضروا وليداتكم في لاسونسور في اتونسيون ما تبقاوش توركو توركو تبلوكيوه وإلا هبطتو في لاسونسور كطلعوا مع وليداتكم خذوا التليفون ديما اون سي جامي. اول حاجه البنات هي وجد العطريه او لا صوص فاش غادي نشرمل اللحم فين هو اللحم. فوالا البنات انا عندي هنايا اش غادي نقول لكم نص كيلو هكاك د اللحم حيت جبت كيلو فركتو على جوج الو نص كيلو. اول حاجه غادي نحتاجوها هنايا غادي ناخذ العطريه الو العطريه فيها بيان سور فيها الملحه على حسب الذوق ناخذ الملحه على حسب الذوق كيف قلنا. غادي ناخذ سكينجبير نديرو ملعقه صغيره ملعقه صغيره ديال سكينجبير هكا او ملعقه صغيره ديال القرفه حتى هو. وغادي نحتاجو هنا زعفران الحر البنات ولكن نكذب عليكم انا ما عندي بو زعفران الحر غادي ندير غير شويه ديال الزعفران العادي سينو تستغناو عليه ما ديروش كاع ما كنديروش نورمالمون ولكن المهم غادي ندير شويه اللون. وغادي تحتاجو نص معلقه د البزار المهم انا غادي سلو الحجر سلو الحجر زيدي شويه القرفه عود القرفه ديال الخضره هذا حيت اللحم بالخضره عليها معليش كيجي زوين هو يا حمادي زدت لكم لاغوزيت انا نزيد شويه القرفه عود ولا ما عرفتش عود عندي عندي عود عندي عود واحد القرفه عود هانتوما حمادي قالت لي زيدي قرفه عود كتعطي لها البنه زيدوها حتى نتوما. وغادي نزيد شويه زعفران كيف قلت لكم زعفران استغناو عليه ماشي مزيان هو ولكن اللون ضروري درت غير شويه ديروا زعفران الحر وعود القرفه وشنو كان خاصني ندير البزار تسللو الحجار صبروا نبدل له واي بوتي زرا وقيله ها الله يخدم صبروا هذا غادي يحمقني كيخدم فوالا كيخدم غادي صافي ملي كملت لي زيبيس اللي بغيت ندير غادي ناخذ واحد الكاس ديال الماء نديروا واحد المقدار ديال 6 المعالق ديال الماء هكاك فوالا او خلطو مزيان دابا ما غاديش ديروا الزيت دابا حيت الا درتو الزيت دابا ما كيتخلش مزيان في اللحم خلطو مزيان هكا او زيدو الثومه وتزيدو القزبر معدنوس يكونوا محكوكين مزيان ها لا لا معليش فوالا
لكم نحتاجوا القزبر وما عندناش محكوكين. البنات دابا غادي نزيدوا الخليط ديال القزبر ومع معدنوس غير شويه، نزيدوا دابا شويه ونخليو شويه للتزيين. فوالا نخليو غير شويه للتزيين، هانتوما غادي نخلطوا، غادي نخلطوا مزيان. ودابا البنات غادي نجيبوا اللحم ديالنا وغادي نحطوه في الاخر في لاصوص وغادي نشرملوه مزيان. البنات خاصنا نشرملوه مزيان حتى تدخل فيه لا غوسيت مزيان. دابا انا راه غادي نوجد معكم الطاجين، ولكن كيف كتشوفوا راه دابا الساعه راهي جوج، ما غاديش نطيبوا دابا، غادي نطيبوا انا من بعد. انا بغيت نوري لكم غير لا غوسيت ومن بعد راكم كتشوفوا نعطيكم فكره، يعني نمد لكم فكره تقدروا طيبوا نتوما. غير باش نحط لكم بكري البنات، راكم عارفين اليوم ما عنديش شي نهار سابقه به، فهمتي؟ يعني اليوم هو اليوم نهار مني انا ثلاث، اليوم الثلاث وانا كنصور لكم في نهار الثلاث، يعني ماشي كنصور لكم الاثنين ولا على داكشي. خاصني ندير لكم فيديو ان شاء الله في العشيه نصور لكم فيه بزاف الحاجات هكا باش نتسابق مع الاخر ديالي، وباش غدا ان شاء الله ملي نوجد لكم طابله كامله وتشوفوها، حيت نكون كنصور مع المغرب فهمتوني، هكا باش حسن نعطيكم طابله وفكره شامله. حيت البارح صراحه كنت عييت وما درت حتى شي فيديو، نكذب عليكم درت الفيديو ولكن كنت مصوره قبل، سينو ما صورت والو البارح. صافي البنات، المهم ها نتوما كيف كتشوفوا انا رقدت فيه اللحم مزيان، ودابا غادي تخليوه يا اما نص ساعه باش طيبوه، غير يدخل فيه داكشي مزيان حطوه في الثلاجه احسن كيدخل فيه القوام مزيان، اولا تخليوه ساعه جوج سوايع على حسابكم نتوما. الا طيبتوه دابا مثلا فوق حتى تشوفوا الفيديو خليوه في الثلاجه واحد الساعه. الا كنتوا غادي ديروه في الطاجين، الطاجين كيدي لك اينو غيدمي، نقولوا كاع نتوما تكون الطاجين ديالكم طابط واخا ما كديش كاع اينو غيدمي، حتى الا درتوها نقولوا على البيض، يعني ديروها غير خفيف على نار هادئه غادي طيب اينو غيدمي هكاك. صافي يا البنات غادي ترقدوه بحال هكا وتخليوه واحد 30 دقيقه. انا دابا ما غاديش نخلي 30 دقيقه، نقول لكم علاش، باسكو انا ما غاديش نطيبها دابا، غادي نصايبو في الطاجين ديالو، غادي يبقى مرقد في الطاجين ديالو فهمتوا، حتى نبغي نطيبو راه يكون عندي مرقد. صافي انا غادي نوريكم كي غادي ديروا له البنات. شوفوا غير نفهم لكم دابا، الا كنتو غادي طيبوه دابا تو تويت، اسمع الا كنتو سام دوسمو سيكو، الا كنتو غادي طيبوه تو تويت دابا، يعني هذا يكون ديجا خليتوه في الثلاجه 30 دقيقه دخل فيه العطريه مزيان، غادي تشدوا هذا تسخنوه في الطاجين ديالكم، تسخنوه ديروا شويه ديال الخليط ديال زيت البيضاء اولا زيت لوسيور او زيت الزيتون اتونتو سالمتو داكو، يعني هكاك واحد المقدار ضرب عاد المعالق بالمجموع ديالهم ياكو بحال هكا. حنا نقولوا درتو الزيت بحال هكا، وهي كتسخن هاد الزيت كتكون كتسخن فوق البوطه ياكو، كتكون كتسخن وكتحطوا عليها داك الساع اللحم ديالكم، كتسطفوا اللحم ديالكم ديريكتومون عليها، اللحم اللي كيكون مشرمل ديجا كيكون دخلت فيه الشرموله ديالو وكل شيء. من بعد البنات مني كتحطوا عليه اللحم بحال هكا، المهم البنات كتحطوا بحال هكا كتخليو اللحم فوق البوطه، من بعد ديريكتومون كتحطوا عليه البصله باش تدبل عليه، تدبل عليه من الفوق باش هكا يطيب اللحم وطيب البصله حتى يتبدل اللون ديالها ياكو، وحتى كيتبدل اللون ديالها عاد كديروا عليها هذا المطيشه البنات، عاد كتخويو عليها المطيشه من الفوق، وعاد ديك الساعه كتستفوا عليه الخضره. دابا انا شنو غادي ندير، انا غادي نوري لكم كيفاش غادي نستفوا الخضره بلا ما نخوي المطيشه، باسكو انا داك الساع غادي نخلي الطواجن هي هكا، نحيد الخضره ونخلي الطواجن هي هكا فهمتوا، حتى يترقد ويكمل ونطيبو عاد انا نعاود ثاني داك الساع نرجع الخضره. دابا غادي نوري لكم كيف كنستف، سمحوا لي وصافي اليوم البنات على التصوير باسكو ديجا كنت بديت شويه بكري مع مني جات حماتي جلست معاها شويه لو تعطلت، نوريكم كيفاش. المهم ملي غادي يكون عندكم كلشي المطيشه درتوها، المطيشه الضوء ديالها هنايا كتقل لاصوص يعني كتجي خاطره، غادي تشدوا نتوما الخضره ديالكم تحطوها، غادي تقسموا هذا على جوج باسكو الخضره كوم جات طويله بحال هكا، ديروا لها بحال هكا، تستفوا تستفوا مزيان. هذه القرعه البنات القرعه البنات، سمحوا لي هنايا كنت كنوري لكم المهم كيفاش غادي تصايبوا الطويجين ديالكم باش يجي بريزونطابل، يجي مزيوان، يجي مقاد. المهم شفت الفيديو غادي يجي شويه طويل وانا نقصرو باش نهضر لكم في الاوديو على قدي على جدي فهمتوا، ملي كنكون كنصايبو كنهضر ما كاينش كل غيسكتني. فوالا البنات المهم هنا تستفوا الخضره بحال هكا كتجي زوينه في الشكل وكتحل لك الشهيه باش تاكل يدك الطويجين، كيجي واعر
حاجه وحده البنات، ملي يكون كيطيب وكتطلق المرقه ديالو، غير الغطا ديال الطويجين شدوه بواحد المعلقه باش هكا ديك المرقه ما كيف كنوري لكم، باش المرقه ما تهرقش، وبقاو تسقيوه من حين لاخر، بقاو تسقاو ديك المرقه، بقاو تسقيوها باش هكا تشرب ديك لاصوص كلها. هم لكم قبلها زعما ماشي ها، شوفوا نوري لكم شي حاجات اللي غادي تعتنوا بهم فراسكم في هنا في رمضان. المهم كنتمنى الفكره جات واضحه البنات. دابا انا غادي نحيد هذه الخضره نحطها بلاصتها بوزات معاكم صافي، غادي نحطها بلاصتها صافي حتى لديك الساعه غادي يتشرمل ليا مزيان الاخر ديالي، يتشرمل مزيان اللحم ديالي مع الخضره وهذا، وتكون الساعه اللي خاصني نيت نشعلو فيه وغادي نديرها، ما غاديش نديرها دابا بيان سور صافي. المهم البنات سمحوا لي وصافي اليوم، ولكن كنوعدكم اليوم دابا مني غادي نسالي هذا الفيديو غادي ندير المونتاج وكلشي ونحط لكم ونبدا فيديو اخر اللي غادي نكمل فيه شغلاتي، باسكو كيف غادي تشوفوا عندي هنايا الدجاج، عندي هنا البطاطا بزايد، عندي هنا بغيت ندير لكم حاجات زوينين اللي غادي تاخذوا منهم وديروهم ان شاء الله، وعلاش لا نقدر ندير لكم حتى المخمرات. والله ما درتهمش هذا العام، هذا رمضان هذا ما درتهمش، ما فهمتوا والو، كنت كندير مخمرات زوينين ديك الساعه تكسرت لا تسنن نهارا، ولكن اللي غاسن بلي تسنن اخي حيت خصها ساكسو ما غاديش نرمم مري غاسن تو اخو خلاص خليت هذا وقت كيخرج نو خصها هذه رقينات هي صغار تو فوالا خليت خرج من كل شيء حماتي قالت لي ماشي مشكل وكان درتي كل شيء وخليه معليش معليش صافي البنات انا حيدتو غادي نخلي دابا بلاصتو يدخل فيه هذيك لاصوص غادي نخوي عليه لاصوص الباقيه لي هنايا هاد لاصوص اللحم اللي بقات لي ونخليه حتى تجي المومون نخليه يتقلى مزيان ودخل تكون دخلات فيه لاصوص مزيان يجي بنين كثار حتى ديك القرفه تكون توقف حتى الفرنسيه راه حبيبي صح هي وحماتي راه هكا هي راه مسكينه لا لا ستوما اللي كضرني لا ستوما ضراها ستوما ما كتقدرش ناكل هاد ما كتاكلش والو ما كتقدر تاكل والو ايوا واخا اطا الحبيبات ديالي حماتي مشات سمحوا لي خطفتكم معايا اليوم والله الا درت لكم ديك اللعيبه نتاع جري عليا نجري عليك ماشي الخاطري يا البنات والله ما الخاطري. المهم انا كيف وريت لكم دابا الطويجين هكا كي غادي ندير له كنتمنى لكم مدت لكم شي فكره. المهم انا سمحوا لي وصافي والله حسيت براسي بقص يعني قصرت في حقكم مي راني وريت لكم العطريه كيفاش وريت لكم كلشي خليته دابا ترونكيل غادي تدخل فيه مزيان العطريه هو الا بغيتوا ديروها لغدا من الاحسن تخليوا اللحم ليله كامله الغدا طيبه وصافي البنات دابا ندوز معكم نوريكم وصفات اللي غادي تهلاو فيهم في راسكم. دابا هاد حاليا دابا غادي نعطيكم وصفات طبيعيه ديال الدار. انا غادي ندخل نتحمم اليوم ان شاء الله ماشي الحمام غير في الدار كندير الحمام غير في الدار غادي نوجد لكم شنو غادي تحتاجوا غادي نحط لكم كل شيء هنايا شنو غادي ندير سواء الوجه سواء الجسم سواء الشعر غادي نوجد معكم كل شيء البنات وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وسقطوا تجربوهم غادي يبقى لكم الوجه ديالكم منور في رمضان الشعر ديالكم يبقى صحي في رمضان كيف كتشوفوا ما كنشربوش الماء ما نهار كله ما كتشربيش الماء وملي كتشربي في الليل ما كتشربيش ديك القدر اللي غادي تكوني كتشربي في النهار الو ديما عندنا ديك النسق النسق ديك النقص يعني باش يجي لكم كلشي هو هذاك وباش تبقاو منورين تبارك الله ويبقى الوجه ديالكم منور وصحي الشعر ديالكم كذلك والجسم ديالكم كذلك حيت دابا كوميم راه واقع يعني رمضان ولكن راه الصاط على برا الا خرجتي غتقضي شي حاجه كتحرقي بالشمس اي حاجه. المهم اش غادي نقول لكم ضروري ايكرون تونير هذه ضروريه في رمضان كيقولوا لك لي كريم راه كيوكلوا على داكشي اللي ما كنخرجش بزاف وصراحه نكذب عليكم ما كنديرش ايكرون سولير مي لا سمح الله خرجتو وكانت الشمس مجهده جو كخوا ما عندكمش لو شوا ديروا واحد الكاسكيطه اللي غادي تكون مدوره كتبروتيجي مزيان الوجه ديزانيمي داكور. المهم البنات غادي نجيب الماتريال ديالي وانا معكم نوريكم الوصفات اللي بغيت نوريهم لكم اللي كنعتمدهم البنات من سيمانه لسيمانه و بيان سور شاك سيمان ديري لو ماسك شاك سيمان البنات ملي كنقول لكم شاك سيمان راه شاك سيمان انا الحمد لله ما كندير لا بروشينغ لا شي شوا لا شي حاجه ادوات حراريه مي غيان دو تو شعري كندير له غير لي ماسك وشامبو من بعد كيرجع لي كيسطي وكتشوفوه معايا كيكون كثير وكيكون ودابا راه طوال تبارك الله طوال كوميم طوال زاد على الطول ديالو واخا كندير له ليماج واخا ندير له صباغه واخا ما كيدير عليش الحمد لله يا ربي شكرتك وحمدتك ولكن راه يعني لو كتهلا يشفيه ما كتغديش راه غادي تكسر. سمحوا لي هرس لكم الروتين
من الماكله دزت لكم الجمال، ولكن سي ابورتو البنات ندوي لكم شويه على هادشي ديال الوصفات الطبيعيه باسكو كيعجبوني بزاف وسورتو كنديرهم بزاف. الوغ الا كيعجب لكم ندخل لكم مره مره هكا وصفات مره في السيمانه بيان سور، ما كنديرهمش انا يوميا، ما غاديش نجي نكذب عليكم ندير لكم اليوم وصفه وغدا ندير لكم وصفه نقول لكم غادي ندير هذا دابا تسويت نو، غادي نكون غير كنوريها لكم وصافي. والبنات اللي انتريسي راني ديجا شاركتكم دو كريم، وحده ديال فيتامين سي دلوجة كتاكليرسي وكتحارب له التجاعيد وكتهلا فيه وكتنوره، وواحده اخرى ديال الجسم كله منه البشره اللي فيها اللي فيها البور دو كاريتي كترطب لك الجسم كتاكليرسي لابو كتنقص لك ديك الشوائب اللي عندنا في اللحم ولا سيلوليت وبزاف الحاجات. صراحه انا اعتمدتها ولحمي رطب 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 ما تصوروش مع البور دو كاريتي بلا ما نعاود لكم عليها راكم عارفينها كاملين. الو ما نطولش عليكم في الهضره، غادي نمشي ناخذ داكشي اللي غادي نحتاج وانا جبت لكم المهم داكشي اللي غادي نحتاج للجسم ديالي اللي منهم البشره منهم الجسم ديالي كله دقه بطلع. يعني ما غاديش ندير لكم ثلاثه الحاجات، ندير لكم جوج حاجات للشعر والجسم خطره واحده. المهم البنات غادي نحتاجوا الحنه العاديه المغربيه، من الاحسن البنات غادي تكون ديك الحنه اللي كندقوها بيدينا. حبيبات ديالي هنا زربت لكم الفيديو كما العاده، كنت دويت بزاف وجا الفيديو طويل لو بقيت ننقص فيه. المهم هاد الحنه هادي صايبتها لي ماما، شرات الحنه الناشفه وبقات دقها حتى ردتها بودغه رقيقه جدا طبيعيه. هذه صيفطتها لي مني طهرت لولدي سام وحنيت له بها باسكو ما بغيناش نديرو ديك لي برودوي كيميك، وصراحه بقات لعندي درت واحد جوج معالق كبار منها. ولا ما عندكمش ديروا هذيك القبسه العاديه حتى انا كنت كنديرها. وعندي هنايا صابون ديال البلدي بزيت الارغان، هذا تلقاوه في المتاجر الكبرى تلقاوه فين ما بغيتو. كاين ديال كاين بالعكه الفاسي، كاين بزيت الارغان، كاين بديك صابون البلدي العادي جدا، ديروا جوج معالق منه. وكيف كتشوفوا معايا ديك القريعه صغيره اللي وريت لكم فيها العكه الفاسي الحر، خديت منها واحد شويه واحد راس المعلقه منها درتها فيه عاوتاني. وهذا اللي كنوري لكم واحد المورد زوين غزال مقطر، هذا خديته من بيرش بوكس 100% بيو طبيعي جدا ومقطر، عملت منه هكاك مقدار واحد المعلقه. وخديت سيترون واحد نص سيترون، عصرت منه شي عصيرات على ما نجمع الخليط. وهنا كيف غادي تشوفوني ضفت الكركم، الكركم فوائد ديالو كثيره جدا جدا، هو كيبيض كيف كتعرفوا في العراسات الهنود وداكشي اولا اي منطقه هكا كوريا ولا كيستعملوا الكركم في الوصفات التجميليه ديالهم، هو كيبيض وكيصفي البشره واخا اللون ديالو اصفر. ولكن البنات انا كنهضر على الكركم اللي كنطحنوه حنا بيدينا عواد، اولا كطحني عند شي عطار اللي كيكون كونفيانسا عواد، ماشي ديك الكركم اللي كيتباع مخلط ولا فيه الزعفران ولا ما عرفت هذا كيطبع، هذا راه ما كيطبعش. فوالا البنات وصافي كتجمعوا الخليط وكتخليوه هكوتي. وهنا البنات كيف غادي تشوفوني الماسك الثاني اللي بغيت نجبد لكم هو هذا الماسك ديال البنان. هذا ما غاديش نديرو دابا حيت كيكحل، غادي نديرو حتى من بعد حتى بغي ندخل الحمام. غادي تحتاجوا بنانه وحده تكون طايبه، وتحتاجوا شي ماسك اللي غيكون عندكم طبيعي 100% اولا ماسك يكون فيه 80% ولا 99% ديال المواد الطبيعيه، المهم ما فيه السيليكون ما فيهش البارابين، سينو الا ما عندكمش ما ديروهش نهائيا. غادي تشدوا هذا الماسك لا تشدوا الاول البنانه تدعكوها مزيان، ومن بعد تهرسوا عليها بيضه وحده وتخلطوها. ديجا شاركتكم هذا الماسك فلاشين، وتاخذوا معلقه كبيره من هذا الماسك وديروه وتخلطوا عاوتاني، وتزيفوا شويه ديال زيت الزيتون اولا بور دو كاريتي اولا زيت اللوز، وكيجيكم الشعر واعر. ولكن قبل البنات خاصكم ديروا تبلوا الشعر ديالكم، تبلوه بالماء عادي سخون، المهم يكون دافئ الماء دافي، وتبلوا الشعر ديالكم مزيان وعاد تحطوا عليه هذا الماسك. وهذا الماسك وزيدوا معاه الفيتامين او، نسيت ما قلت لكمش الفيتامين او زوين بزاف للشعر، كيقوي وكيعطيه الفوليوم وصافي. ومن بعد حطوه على شعر ديالكم ساعه جوج سوايع، علاش ما قديتو المهم 30 دقيقه للفوق وصافي البنات. ومن بعد سيروا دوشوه عادي جدا وغادي تلقاو نتيجه اللي رائعه، سورتو الا درتو فيها بور دو كاريتي غادي تلقاو الحرير والفوليوم وبزاف الحاجات معاه، فيه البيض فيه البنان كترطب، البنان كيرطب والبيض كيعطي الفوليوم والبروتين وفيتامين او كيعطيه لمعه، والمهم وفي الزيت، المهم فيه بزاف المواد اللي واعرين. نسيتي با تشوفوا هاد
ديروا هذا الماسك باسكو رائع وغيفيدكم بزاف، وانا كنعتمدوا دائما كل سيمانه البنات واعر واعر واعر، ومره مره كندير زيت حمام زيت، ولكن هذا زيت حمام زيت ما كانت بزيت الزيتون وكتجي واعره واعره واعره. ما غاديش نديرو دابا البنات حيت غادي نديرو بالليل، الوغ هذا دغيا البنات دغيا كيكحال وبيض دغيا كيضيع، بغيت انفو نخلطو غادي نديرو على شعري. مي انا دابا ما غاديش نديرو على شعري دابا، دابا عاد غادي ندوز ندير معكم البريوات وندير معكم كل شيء. بالنسبه للحنة ماشي مشكل، كتبقى هنايا كتبقى مزيان كيدخل فيها داك الشيء مزيان، وعاد تكون حسن تكون موجوده لليل. سينو غادي نشارك معكم كل شيء ان شاء الله في الفيديو ديال القابل على ود الماسك وشنو درت فيه كل شيء وكيف نعطيكم النتيجه على شعري وكل شيء. هذا ما كان البنات، وكنتمنى تقبلوا مني الفيديو ديالي ديال اليوم، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، تكونوا استفدتوا منه شويه، حاولت نعطيكم حاجه تستفدوا منهم ولكن بالزربه. وكيف كتعرفوا ما يمكنليش حيت غطيت النهار ديالي الوغ مشى لي مشى لي كل شيء مع جات حماتي وهذا، ما قدرتش انني نجلس نكمل على خاطر باش نوصل واحد الساعه فاش خاصني نحط الفيديو. الوغ درت لكم زربت وميم طو كنتمنى تكونوا استفدتوا من هادشي باسكو عمر هضرت لكم مزيان على شي حاجه بحال هكا. الوغ كنتمنى تكونوا استفدتوا منه، وشكرا بزاف على لي لايك ديالكم، على الاشتراك ديالكم في القناه ديالي، وعلى ضغط الجرس. والى عجبكم نيزيتي با تحطوا لي لايك بحال ديما، وكنشكركم بزاف بزاف بزاف، والشكر كلمه قليله قليله جدا بحقكم. فريمون كديروا بزاف د الحاجات عليا والهلا يخطيكم عليا، ان شاء الله نوصلوا كاملين مع بعضياتنا نفرحوا جميع ونصوم. كنتمنى ما عليكم الا تشتركوا في القناه وتضغطوا زر الجرس وتلايكيو لا فيديو باش يشوفوها ناس اخرين يدخلوا يستافدوا معنا في الفيديو اللي كندير لكم في سلسله رمضان. شكرا بزاف على مشاهده الفيديو، نقول لكم نشوفكم غدا ان شاء الله، كونوا في الموعد. السلام عليكم، باي باي عليكم.